ترتفع أسعار الشقق بعد بيع قطع أراضي بالدولار لجهات أجنبية، رد حاسم من الحكومة. في خبر حلو النهاردة، الحكومة باعت أراضي بالدولار للأجانب في 8 مدن، وده هيفيدنا كلنا. طيب يعني إيه الكلام ده؟ مستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء طلع في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر وقال إن بيع الأراضي ده بالدولار هيزود مواردنا من العملة الصعبة. يعني إيه موارد من العملة الصعبة؟ زي الدولار واليورو، والعملات دي مهمة عشان نجيب بيها حاجات من بره زي المواد الخام والمعدات. بس في ناس قلقانة بتقول طب ما الأجانب دول ممكن يغلوا أسعار الشقق. حمصاني طمنا وقال إن مفيش فرق في الأسعار بين شركات العقارات المصرية والأجنبية، والسوق هو اللي بيحدد الأسعار، يعني مش هنلاقي الأجانب بيطلبوا أسعار خيالية للشقق. والخبر الأهم إن معظم الأراضي دي هيتبني عليها مصانع ومولات تجارية، وده هيوفر فرص عمل للشباب وهينشط الاقتصاد. بإذن الله مفيش أي ضرر من بيع الأراضي دي، بالعكس هيفيدنا كلنا. أترك لحضراتكم التعليق بكل بساطة بكل وضوح من غير تجميل في الكلام. عاوز أقول لحضراتكم إنه بيع أراضي بالدولار لمستثمرين أجانب ده معناه فلوس وعملة صعبة جايالك في عز ما أنت محتاج العملة الصعبة. تاني حاجة، هتوفر فرص عمل للشباب، يعني المستثمر الأجنبي لما يجي ويبني مول تجاري مثلا ويبدأ يقسم المول ده محلات، ممكن المول الواحد يوصل ل 150-200 محل. 150-200 محل هيوفر كام فرصة عمل للشباب اللي محتاج يشتغل؟ لما تقلل البطالة الإنتاجية هتزيد، ده شيء بديهي جدا معروف في الاقتصاد. تقليل البطالة، زيادة في الإنتاج، زيادة في التصدير، مزيد من العملة الصعبة. فهي الفكرة الموضوع كله بترتب على بعض زي كده المكعبات، حط مكعب على مكعب هتعرف تبني شكل من المكعبات. ده ببساطة الفكرة من الاستثمار الأجنبي في مصر، عملة صعبة وتشغيل شباب وانعدام البطالة، أو بلاش انعدام، تقليل البطالة وزيادة في الإنتاج وزيادة بالتالي في الصادرات. أترك لحضراتكم التعليق، وعاوز أعرف رأيكم بخصوص بيع الأراضي بالدولار في مصر. هل هي فكرة كويسة ولا شايفينها من وجهة نظركم فكرة مش كويسة؟ ياريت لو شايفينها فكرة كويسة تقولولنا شايفينها فكرة كويسة من أنهي ناحية، ولو شايفينها أنها فكرة مش كويسة ياريت برضو تقولولنا أنتم شايفين إيه في الموضوع مش كويس. أترك لحضراتكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.